واحد البنت واحد الليله عيطوا علينا قالك سيدي واحد الشفار دخل واحد الدار برومي ايطاج والمام مالين داسقوا الاخبار خرج واحد الشرجم شد واحد القادوس قديم طاف القوادس اللي كانوا ديال السيما قادوس تيهبط الماء من السطح تيهبطوا للزنقه ما تشتاو داكشي شد فيك القادوس مع دوك الدور قدام ترس به القادوس وهو يطيح طاح ترس من رجليه داير به ولد الدرب ولد جيرانهم جينا حنا وصلنا السلام عليكم السلام السيد مهرس وقدام بين الناس واحد خينا هو مهرس واحد شنق عليه رجليه باينه مدوره وشنق عليه تعرض لنا رجليه وشنق عليه ولكن كيدير انتوما اطلق منه ولا خفنا يهرب الشاف وحتى اطلق منه اش غيهرب قلنا له كيف قالك انت قال لك اخويا طلع نسرق طلعت نسرق اه طلعت نسرق وعائلتها دايرين بيه خوتها وحقيتنا غا الصاع تيقول لي انت راجل انت صاحبي تسرقنا حنا جيرانك وقال لي ما كاتب الله طلعت نسرق ومنين طلعتي؟ وطلعت نسرق ومنين طلعتي؟ طلعت من القادوس قلت نهبط من القادوس يمكنش هاد القادوس ما كنتي طالع اللي واعره هزيك القادوس وما كنتي غتهبط اللي ساهله تهرس بيك وانا كنت تخربق علينا انت قلنا نفسك شي حاجه قلنا لي لا وكيفاش وقع انت؟ قال لك سمعنا هنا البيت ديال اختي سمعنا شي حركه وداك الشيء دقينا عليها كانت ساده قلنا لها حلي البيت سمعنا قراف استرجم تحل دخلنا عند البنت سلام معكم السلام بنت جلسه كيفاش قال لك يا بنتي اه كيفاش قال لك؟ ناسا زيدي المهم كنت ناسا هنا في الفراش زيدي ودخل لي الشفار وما كي وخوتك قال لك سمعوا غير الحركه ما قلتيش امي ابا دخل حتى انا ما قدرتش نهضر معاه ونقز من خرج من الشرجم اه قولي كان داخل كان داخل عليا الشفار واش بقيتي تيدير كان داخل وانتوما باقي مفايقين ايه ايوا هو الدرب هنا عقلنا القضيه فيها ان عزلنا ذاك خينا مشيت مع انا واحد البوسي في لومبيلونس تيقول لي سي خراز انا راه ماشي الشفار انا كنت داخل عندها هي حلت لي الباب طلعت مع الدروج دخلت عندها البيت تنبغيها نبغي نتزوج بيها ولكن خوتها دابا غير يقتلوني قولوا الشفار خلوني شفار الله يرحمك بغى يبقى شفار ما بقاش يقول لك مع ختم وانا عاقل بك ختم بك هضرت تهضر تنقول له صافي قول لي ما انا البنت تنبغيها ودخلت انا عندها ومسمعت خوتها نقصت من الشرجم يقول لا 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 الله يرحم والديك شفار شفار ومسكين وحل ما بين الشفار وخوتها خوتها واري خلنا في السبيطار تما قال لك السيد غينعس غادي نعس في السبيطار وتبعوني جوج من خوتها واحد خينا بعدا مسلم علي عنده واحد اليد قدام يدير لك الشيخ راس دابا صباح الخير كذا ناري هذاك ونشدو اه والله تيقتلو تما بالله اي وقت شوف الله يرحم باك ما تجيب اختكم لابيرمونس هذا راه بقى هنا غير عسلوا لي البوليس جبتكم لابيرمونس ديال المحضر ديالها جات اختها قلت لها اخرى تسنى وخاي برا تسنى ودابا نعيط لكم المحضر راه كبيره هاد البنت باش تعاود بوحدها كيفاش وقع لك اختي انا كنت ناعسه ناعسه ومشي على الضو داركم باقيين فايقين ايه ايه نصر باقين ما لا ثلاثة الصباح ولا ايه زيدي ودخل عليا الشفار دخل ما استرجم ايه دخل لك انت ناسا قلت له تفوتي ودارك علاش بقاو تيدقوا الباب مسدود قلت له شتي هو راه قال لي كل شيء شنو قال لك؟ قال لك هو بغى يتزوج بك وبغى يخطبك وهادي وهي تبقى تبكي قلت له ايوا علاش طلعتي انت مع الدروج وهو اللي طلع مع الدروج بقى تابعني بقى تابعك دخلت للبيت ايه بقى تابعني ودخل معايا للبيت اه ما قلتيش لي انت طلعي قلت لي لا ومن سمعتي صداع دخلت قالوا شكون ما شكون سمعوا الباب سدود قرقيب نقز بوحدو ما قلتيش لي هرب والباب مسدود تقول حلي حلي راه خوتك شاكين فيك حنا شاكين فيك حنا راه قلنا شنو قتلوك في هاد الليلين هو راه بقى في كلمته قال صفار تخيري واش تقول لي طلعتو ولا صفار قلت يا خويا الله يرحمه تقول له صفار لا ويخطبك من دارك قلت لي لا لا خوتي قتلوني نقول خطب ما تقرا خوتي ما تذكرهمش ما تقولش خوتي لا 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 ما بغيتش يخطبني ما خطبنيش خويا غير خليه صفار قلت له غيمشي للحبس قلت له واش بغيتي ندير ليه علاش هو طلع شوف انت طلعتي على تيبان طلعتي مع الدروج والله يرحم الوالدين وحنا في هذه القضيه هذه وحنا واش غتقول لهم راه طلعاتو اختم غتاكل قتله وغتولي في المشكل هو ولد حوت هما عارفين ان خوته غيدقوه
غتقول لهم صفار صفار عوجدك صفار ما عرفت كي دار. عندو لي محاولة السرقة وصافي، محاولة السرقة بأنه والله حاول يطلع وتهرس داك الشيء. وداك الشيء اللي درنا، والغريب ماشي الغريب ما هو جميل، الصباح جاو العائلة ديال الاخرين تلقاو ديو خا بغا يسرق الله يسمع ليه، حنا جارنا وما عندنا ما نديرو ليه وكذا، وبغا يدير التنازل داروا ليه التنازل، ومشيت عندو للسبيطار باش نتصنت ليه. على داك تنقول راه داروك التنازل، تيقول لي واش قلتو لي مبا خراس؟ تنقول ليه صافي هذا مع بنا ودي ربا يتزوج خدي ولي 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 ولا لا 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 ولا خو خو صاحبي خو صاحبي ويقتلني لا 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 بغيت نسرق صافي الله يرحمك بغيت نسرق خرجت القضية طريفة ليه.